يمكننا التأكيد أننا لم نضيع وقتنا، قد استمر نشر كلمة الله بدون انقطاع. استمرار نشر كلمة الله هو من أولويات روحانية المرسل الكبوشي. كرمال هيك أراد الأخ ليونار يكرس وقته لهالخدمة المقدسة، وما كان عم يقتصر تعليمه على الوعظ والتدريس والتربية، إنما أكثر من هيك على الشهادة الحقيقية من خلال عيش المحبة مع كل يلي عم يخدمهم وعم يلتقى فيهم. كان عم يسعى بكل قدرته يعكس وجه يسوع الرحيم والمحب بكل أعماله. أعطينا يا يسوع نعمة التأمل بإنجيلك ونعمة عيشه بالمثل والإدوة مثل الشهيد الطباوي الأخ ليونار الكبوشي. ليونار علمنا معنى الشهادة، ليونار علمنا معنى الإيمان.